البنات الحجر لا ماشي مشكل، عيرو ديرو فيا اللي بغيتو، غير هو تكنسو عليا. عارفه راسي خبرت عليكم وعارفه راسي انني كندير الفلطات، ولكن البنات ربي اللي عالم بيا. كندوز من شي ظروف، كنتمنى انكم غير تدعوا معايا وصافي. ودابا اجو المسكي، اليوم ان شاء الله غنعودكم على البارح، جوج ديال القصص بجوج بهم شاخدين داكشي اللي كيعجبكم وزياده. ما غنزيدش نطول عليكم، بعدا قبل جمعه مباركه، الله يدخلها علينا وعليكم بالصحه والسلامه وطول العمر. وباش ما تمنيتو يا البنات، ما عنديش الوجه اللي نقول لكم ديروا لايكات ولكن انا عارفه ما غتبخلوش عليا. مهم خليوا واحد اللايك ضروري وشي كومونتير غزال. اما بالنسبه للقصه انا عارفه ومأكده غادي يكون فيها بزاف ديال القيل والقال، شي غيكون معاه وشي غيكون ضد. انا اللي غنقول لكم ان القصه شاخده 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 يا البنات. المهم ما غنزيدش نطول عليكم اكثر وندخلوا فيها مباشره. انا هي لي لوسي، كلقاتني مراجلي صدقت مزوجه ليها براجلها، هي اللي جبداتني. اما انا كنت في داري ما ناقصني حتى شي حاجه، هي بقات كتقلب عليا حتى لقاتني، وفي الاخر كيقولوا لك احقه محقه. انا يا بنت الحرام دخلت عليكم غير بالله، انا غنعاود لكم قصتي وقولوا لي الحقيقه، واش انا اللي بنت الحرام ولا هي؟ المهم سميتي ريحانه، والقصه ديالي كامله غادي تبدا في العام ديال الثامنه، يعني ديال الثاني اعدادي. فهداك العام البنات غتقرا معايا واحد البنت سميتها سلمى. واش غنقول لكم البنات، من بدايه العام ما حملتني ما حملتها، حيت انا البنات كنت واحد البنت اللي انيقه جدا، وحتى هي الصراحه وفحال انا وياها كنا كنتنافسوا بواحد الطريقه غير مباشره. انا كنرد ليها البال كيفاش كتلبس، وهي كترد ليا البال كيفاش كنلبس. بالنسبه للقرايه كنا بجوج بينا مجمكين، كدينا لديك المدرسه، غير اننا كنا كنخرجوا من ديورنا. انا نعاود لكم شويه على الاسره ديالي والمستوى الاجتماعي ديالنا. مهم ان الاب ديالي مسكين خدام على قد الحال، خدام في واحد المعمل، ومهمتي كانت ربات بيت، ولكن كانت كتمشي وكتاخذ من عند مالي الحرير العقاد وداكشي المجادل ضمات اللي كيتخدموا باليد. المهم اي حاجه كانت كتخدم باليد كانت كتجيب كيعطيها الحرير كتخدمها وكتردها ليه، وهذاك الشيء كان كيكون لها واحد المصيريف، وهذا المصيريف هو اللي كانت كتعتقني به، بحكم انني انا من النهار اللي عقلت على راسي كنت كنخرج عينيا وكنبدا نبكي وكنقول لهم انا باغا نلبس فحالي فحال البنات وباغا هادي وباغا هادي. وكنت دائما يعني انا مركز ديال الاهتمام ديالي هو الحوايج، كنت كنحماق وباغا نلبس ونتقاد. مهم كان عندي الحوايج هما اهم حاجه في الحياه. المهم هذيك المهم مسكينه كانت كتقاتل وكانت كتشيط ليا من فلوس المصروف ديال الدار، وكتمد ليا باش نمشي نتقدى، وانا كنت مره كناخذ من جديد ومره كناخذ من القديم. وفي نفس الوقت كنت مع صحاباتي البنات كنتبادلوا بالحوايج، يعني مره كيسلفوني مره كنسلفهم. ما علينا البنات، بدينا في القرايه. هذيك البنت ما كانتش كتحملني ما كانتش كنحملها، ولكن زعما ما كناش مضاربين، غير شي واحد عرفتي ما كتشميه ما كيشمك، ما كتسرطوش لبعضياتكم فحال هكاك البنات. المهم هي هذيك بقينا شارين هكاك، اليوم وغدا اليوم وغدا اليوم وغدا حتى النهار اللي هي غيمشي ليها التليفون ديالها، وانا كنت في القسم وشفت شكون اللي داه. المهم ما نكذبش عليكم البنات، في الاول قلت ندخل سوق راسي، ولكن من بعد فاش شفتها كتبكي وكتقول لهم حرام عليكم انا يلاه شريته، بقات فيا. وكنت واحد النهار خليتها حتى كانت خارجه ومشيت عندها حتى ودنيها وقلت لها شوفي راه اللي دار لك التليفون هو فلان. المهم السيده شافت فيا قلت لها ولكن راه ما شتيني ما شتك. المهم عن قالت لي وقالت لي خيرك ما عمرني ما ننسى، لان حتى شي واحد في القسم ما كان باغي يقول لها شكون اللي دار ليها التليفون. ناضت مشات للحراسه ديكلارات بالسيد، جاو ديك الساعه قرقبوا عليه في القسم، هزوه داو الحراسه قالوا ليه انت اللي شفرتي التليفون ديال فلانه. بدا كينكر وكيحلف، قالت لي الحراسه انت اللي شفرتيه، والدراري بزاف من القسم جاو وقالوا لي انت. قالت لي دابا بلا ما نبقاو نطولوا في الموضوع، تجيب باك ما تجيب باك، سير وجيب لي التليفون. ناض السيد بدا كيبكي وقال لها احقام احقا راه التليفون ماشي انا اللي ديته. قالت لي دابا غير من الاخر قول لي. قال لها وشوفي، قال لها التليفون فعلا شفرتو ولكن راني بعته. ناضت اتصلت بولي امره، قالت ليه اتصلت بولي امره جا، قالت ليه شوف ولدك راه شفر البنت تليفون وراه هادي ما هادي. المهم حتى البنت عيطوا لوالديها قالوا لها اجدك اصلا جيبي التليفون للمدرسه. المهم كانت ناطر وينه. الخلاصه ديال القول انه في الاخر هذيك البنت هذا هو السبب اللي خلاني نصاحب معاها، وليت كنجلس معاها في الطويله، حطينا الراس على بعضياتنا ولقينا بعضياتنا في حال في حال، بجوج بينا فاقدينها، بجوج بينا كنتسطاو على شي حاجه سميتها اللباس.
كانت عندنا نفس العقلية. المهم العلاقة في الأول كانت مجرد علاقة ديال القسم، ولكن بشوية بشوية وليت كنخرجوا من القسم كنبقى أنا وياها في التليفون، شنو درتي فين هذا بالليل، كنبقاو شنو غتلبسي غدا، حتى ولينا بعض المرات كنلبسوا فحال فحال، يعني مثلا كنلبسوا جين زرق قميجة في الكري، يعني صباط سبرديلة في البيض، كنلبسوا فحال فحال، ما ولينا دايرين كالحلاقة، ما بقيناش كاع كنتفارقوا. طبعا كتسلفني الحوايج وكنسلفها الحوايج، ولات صحيبتي، ولات بعض المرات كتجي تطرقني وبعض المرات كنمشي نطرقها، بحكم اننا حنا كنا ساكنين في نفس الكارتي، يعني ما بعيداش عليا بزاف. ما علينا البنات، بقات علاقتنا هكا. كندس الثامنه في العام ديال الكاتريام، ما كنتش قريت انا وياها، هي قرات في قسم وانا قريت في قسم، بالحق كنا كنتلاقاو في الاستراحه بزاف. حتى لهاد الوقيته ما كان زعما عندنا مع الصاحب والدوران والزنديق، الصراحه تقال يعني كنا غير اللي جانا جانا على الحوايج وعلى المكياجات وتلبسي وتقادي. المهم دوزنا داك العام ديال الكاتريام، انايا كنت نجحت وطلعت للسانكيام وهي كانت سقطات. المهم سقطات بكات، حتى انا ما عجبنيش الحال حيت ما غتونسنيش. المهم الوقت اللي انا مشيت لليسي علاقتي بها بعدات واحد شويه، ولكن كنا كنهضروا في التليفون غير، هي ما بقيناش كنتلاقاو بزاف كيف ما كنا. ما علينا البنات، داز هذاك العام، كانت هي نجحات في الكاتريام وتما طرت بالفرحه وعجبني الحال انها غادي تطلع معايا لنفس الليست اللي كنقرا فيه انايا. صافي هي بعدا فاش كانوا باغيين يحولوها كانوا بحال غادي يصيفطوها لواحد الليسي واحده اخرى، بحكم ان هذيك الاعداديه كانت كتصيفط لثلاثه ديال الليسيات كانوا دايرين بينا، ولكن هي كانت مشات ودارت انتقال لليسي اللي كاينه في انا غير باش بدات تمشي معاها ونمشي معاها، واخا عارفين ان التوقيت ديالنا يقدر ما يكونش مزيان. ما علينا البنات، انا كنت طلعت للسيزيام وهي طلعت للسانكيام. فهاد الوقيته البنات انا كان جاتني المراهقه غير على الانترنت ونهضر مع الدراري في الانترنت، واكثريه الناس اللي كنت كنهضر معاهم من الخليج باش ما نكذبش ونبقى نزوق لكم في الهضره. المهم كنت كنهضر معاهم، راكم عارفين صيفط لي الفلوس دير لي فعليا، وفعلا كانوا كيصيفطوا الفلوس. مهم السيده هادشي كانت عارفه، وهي كانت مصاحبه مع واحد الولد سميتو جواد، كانت كتسطى وكتحماق عليه. انا صاحب والدراري وداكشي، واخا ما كانش عندي معاه بزاف، كنت اكثريه كنهضر غير في الانترنت. المهم ما علينا البنات، بقينا جارين هكاك واحد المده، حتى النهار اللي واحد السيد سعودي كنت كنهضر معاه، قال لي غنجي للمغرب بغيت نشوفك، ما بغيت نشوفك. قلت له سيدي مرحبا، فعلا كنت قلتها لها، قلت لها شوفي يلاه نمشيو نشوفوه. قالت لي لا مالا، قلت لها شوفي، قلت لها غير يلاه معايا ونسيني، غنتلاقاو في قهوه، ما غنتلاقاو في قهوه. المهم مشينا، غادي نلقاو معاه ثلاثه ديال صحابو، يعني هما اربعه ديال الرجال، وكنا انا وصاحبته فعلا تلاقينا في واحد القهوه اللي كانت معروفه، يعني ماشي شي بلاصه مسدوده ولا شي حاجه. جلسنا معاهم، مش غنقول لكم، عرفتي بغاو ياكلونا بعينيهم، وانا وياها كنا بجوج بينا بوكوسات. المهم جلسنا، الوقت اللي سالينا هذيك الجلسه السيد فاش بغينا نخرجوا كان مد لي الفلوس ومد ليها الفلوس، وقلت لي انا لا، قال لي لا غير شدي. صافي جدينا دوك الفلوس، السيده طارت بالفرحه وانا عجبني الحال. قلت لها شوفي يلاه نمشيو للقصريه. فعلا نيشان مشينا للقصريه، خدينا الحويجات، طرنا بالفرحه. انا ضعيت ليا الغد لي، قال لي شوفي راه بغيت نشوفك، ما بغيت نشوفك. انا كنت خايفه، نض قلتها ليها، قالت لي شوفي ما عندك مناش تخافي، ديري معاه نتلاقاو في الزنقه غير الدار. لا دويت معاه، قلت له شوفي ولد الناس تلاقاو في شي قهوه، بدا كيقول لي لا مالا، قلت له شوف بغيتي نتلاقاو في قهوه مرحبا، بغيتي داكشي ديال الدار ما عندي ما ندير به. قال لي واخا السيد كان باغي يطيب ليا، كان باغي زعما يبقى ياكل لي به الهضره ديالو وداكشي. صافي كنا مشينا عاوتاني السيد، الهضره والضحك والتريكيل، وكان جا معاه واحد خينا اللي زعما كان باغي يدور بصاحبتي. ما علينا، جلسنا معاهم هضرنا وكلشي، فالساله عاوتاني دور معانا وقال لنا شوفوا يلاه يمشوا للدار وما تخافوش، والله ما ندير لكم شي حاجه، والله هذه ما هذه. المهم سلينا شوكتنا منهم بلا دم، وقلنا لهم حتى الغدا ان شاء الله ونتلاقاو. كنا مشينا من تما، شتينا النوامر ديالهم، كنا بلوكيناهم. صافي وعجبتنا القضيه، دبرنا على مصيريف وهذا. من موراها ولات كتقولي منين كدبري على هاد البريكولات، قلت لها راه كنهضر معاهم في الانترنت، ولا حتى هي كتدخل لهداك السيت اللي كنت انا كنتلاقى معاهم فيه، هو سيت معروف، ماشي سيت، هي ابليكاسيون. ولا حتى هي كتحط صورها تما، وحتى هي كتعرف السواده الخليجيين، هذا اماراتي هذا كويتي هذا ما نعرف منين، كتهضر مع هذا اللي فيه الفلوس والعقاره كتبقى شاده معاه، اللي ما فيهش كتقطع عليه. المهم ما غاديش نكذب، لا انا لا هي، بجوج بينا كنا كنصيفطوا التصاور ديالنا ما فيهم ما يتشاف، ما غاديش زعما نبقاو نكذبوا ونزوقوا في داكشي. وبعد المرات هي اللي كانت كتصورني وكنصورها، يعني انا وياها كنا مجموعين غير على الزبايل. المهم بقينا هكاك، هي كانت مصاحبه ديك الساعه مع واحد الدري، انا ما كنت كنعرف حتى شي واحد، ما
كنت كنهضر مع حتى شي قندوح، كنت غير هذاك الشيء ديال الانترنت وبس. ومره مره فين كنا كنخرجوا مع شي واحد اصلا ما كاينلاش نخرجوا، يعني هي كانت هذاك خاينه ديالها كتلاقى به، انا ما كنت كنتلاقى بحد حتى من هادوك اللي كيجيو المغرب مثلا كنكون كندوي معاه، كنبقى نقول له تجي وهذا ونخرج معاك، ولكن كيف كيحط رجليه في المطار كنبلوكيه، ما كنبقاش نهائيا نهضر معاه حتى انا عارفه الغرض ديالو اشنا هو، وكنت مأكدة انه ما باغي لا زواج لا حتى شي حاجه، داكشي علاش كنسد عليه في خطره. المهم البنات بقينا هكاك جارين اليوم وغدا اليوم وغدا حتى النهار اللي انا جالسه في الدار حتى غتعيط ليا غتقول لي دابا لوحي لك شي حاجه ونزلي عندي كتشري. قلت لها ياك لاباس اشنو واقع؟ قالت لي نزلي. نزلت عند البنات غلق عينيها كيف جغمه ديال الدم حالتها حاله، شفت فيها تخلعت قلت لها ياك لاباس اشنو واقع ليك؟ جراتني ومشينا حتى لواحد الجريده وجلسنا. قلت لها شنو كاين؟ قالت لي شوفي راه مشيت مع جواد للدار ولا تكرفص عليا ما تكرفص عليا. قلت لها واش حماقيتي وسطيتي؟ قلت لها واش باقا بنت؟ قالت لي ما عرفتش. قالت لي ما عرفتش وتبكيت بكيت 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 بكيت. قلت لها والمعمول؟ قالت لي ما عرفتش شنو غندير انا دارنا غيقتلوني انا. قلت لها هو شنو قال لك؟ قالت لي قال لي والله ما يتخلى عليك. قلت لها واش غنقول لك اصاحبتي انت جدك تمشي معاه للدار؟ قلت لها واش حماقيتي الصقعة؟ قالت لي هادشي اللي كتب عليا الله، انا هادشي اللي كاين ما انا هادشي اللي كاين، المهم هي هاديك صافي. دازت هذيك دازت هذاك النهار بقيت كنهضر معاها في الانتر في الواتساب وداكشي، كنقول لها شوفي ما تخافيش وما تخافيش. المهم الغد لي مع الصباح كنا مشينا لليسي، خرجنا مع العشرة كنا قارين حتى ل 12. المهم خرجت انا وياها مع العشرة، غيبنا بجوج بينا ساعتين ساعتين. مشيت انا وياها عند الطبيبه حيت قلت لها ضروري ما تمشي للطبيبه تقلبك تعرفك شنو زعما شنو كاين. مشيت عند الطبيبه الحمد لله كتلقى عندها غير التهاب وواحد الجرح، المهم البكاره قالت لها راه مقيوسه ولكن ماشي زعما يعني ما صبحاتش. قلت لها شوفي هذه فرصه عندك تضيعيها وياكي تمشي ديري شي حاجه ولا تمشي مع هاد جواد ولا. قالت لي شوفي والله ما نبقى نمشي معاه للدار وانا حلفت انا غير فاش فكيت وما صبحتش. قالت لي هذه الدنيا وما فيها صافي هي هاتيك. فهاد الوقيته طبعا كانوا تصاورها عندي وتصاوري عندها، وكانت هي لي كونفرساسيون ديالها مع جواد كتصيفطهم ليا. المهم البنات كانت يعني كتصيفط ليا وكنصيفط ليها وكلشي. بقينا جارين هكاك اليوم وغدا اليوم وغدا حتى انا كنت وصلت للباك، العام ديال الباك كنت قريت ودرت مجهود، كنت باغا نطلع لافاك زعما والله الا درت واحد المجهود اللي ما نقدرش نوصف لكم كيفاش داير، ولكن ربي ما جابش النجاح وكنت سقطت. طلع لي الدم وبكيت وكنت معوله كاع نخرج ندير لي التكوين المهني، ولكن هي كانت لصقاتني وقالت لي شوفي غير بقاي حنا موانسين دابا نطلع عليك، يعني غنولي انا وياك كنقراو في نفس المستوى ونتحول عندك ولا تحولي عندي. قالت لي واخا صافي هي هذيك. فعلا كانت تحولات، كنا طلعنا للعام الاخر سقطت انايا جينا في اقسام مختلفه، كنت انا مشيت تحولت عندها صافي ولينا كنمشيو بجوج وكنجيو بجوج. ارى ليكم في هذاك العام بالضبط واحد خوها كان كيقرا في واحد المدينه اخرى، هاد خوها كان صراحه قراي. المهم كان خدا الدبلوم ديالو كان رجع ويلاه بدا كيدفع للخدامي وكان كيستاجي. مهم كان يلاه بدا. ارى ليكم البنات كنت في ما كنمشي عندها، هو من قبل كان ديما كيشوفني، بعض المرات كيروح ليا شي هضره ولكن باش نقول لكم ما عمرو تبسل عليا عمرو تبسل عليا. المهم هذاك العام كنت هكا فاش كنمشي وكنلقاه ولا كندوز من حداه ولا شي حاجه كيبدا يروح ليا الهضره، كنت كنقولها لا كنقولها خوك راه كيتبسل عليا، كتبقى تشوف فيا وتضحك وتقولي لا لا خويا درويش ما يديرهاش، كنقولها ويلي راه كنقول لك بصح، كتقولي لا راه كيتعامل معاك زعما بحال اختو. ما علينا ما دوزناش بزاف حتى دخل عليا الفيسبوك، كندخل عندها الفيسبوك ديالها وكان شافني في ليزامي ودوا معايا. المهم دخل عليا قال لي السلام، قال لي شوفي انا راه زعما كتعجبيني وبغيتك الحلال، انا بغيتك تعطيني غير فرصه ونتعرف عليك ما نتعرف عليك. مت انا هذوك لي ميساج وصيفطتهم ليها. قلت لها شوفي اللي قلتي لي حقه والواد راه غير كيتفلى معاك وانت بحال اختو، شوفي شنو قال لي. قالت لي ود الله حرام، بقات كتضحك. قالت لي العار لما جدي فيه هو كيبان معقول حيت خوها عرفتي داك القراي معقول داخل سوق راسو يعني ماشي شي واحد اللي دويصر. قالت لي جدي جدي فيه شويه ومن بعد كركبيه. قالت لي راه ما يصلحش لك خويا. بقيت كنضحك قلت لها والله لا. قلت لها والفخر يا من زوج واحد واحد سميتو واحد معقد معقد. قلت لي قلت لها في اخر يومين تزوج واحد معقد حيت هو كان كيقولها ما تلبسيش هادي ما ديريش هادي ما تفعليش هادي. المهم البنات صافي درتها ضحك
دخلت عليه قلت لي شوف انا ما نقدرش حتى كيقول لي شوفي غير جربي هضري معايا هو يقول لي شوفي هذا الشيء يبقى بيناتنا تفاهمنا وعدك ما تفاهمناش الله يعاون العاونات. قلت له صافي واخا انا راه اي حاجه كانت بيني وبينه كنت كنصيفطها لاختو نيشان يعني كان كنصيفط لها لي ميساج بدينا كنتعرفوا على بعضياتنا شنو كتبغي شنو ما كتبغيش. المهم انا اصلا ما عمره ما شافني مع شي واحد في الزنقه واصلا ما عمرني انا قلت لكم ما عمرني تصاحبت داك الشيء ديال الانترنت كان كنت كنهضر مع ترينغا ماشي واحد ولا جوج ولا ثلاثة. والفيسبوك ديالي اللي كان عند صاحبتي هذاك ما فيه حتى شي واحد حيت فيه العائله الدري هو الاخر ما كانش يعني كتلقاي العائله كلهم تقريبا نفس الكنيه ولاد القاسم وداك الشيء. كان عندي فيسبوك اخر وانا اصلا ما كنتش كنخدم بالفيسبوك كنت اكثر غير بالسناب شات يعني فيسبوك وداك الشيء ما عرفتش كان كيجيني فيه على ما فيه زعما شي حاجه مقاد داك الشيء اللي كنبغي. ما علينا البنات بقيت كنهضر معاه وانا ما مسوقاش حيت فهاديك الساعه كانت عينيا في خليجي زعما كنت كنهضر معاهم غير هما كنتسنى يطيح يديا فشي خليجي نتزوج به بوكو حبه والعاقات ومن هادشي كنت كنفكر فيه. انا بقينا شادين في السيد كنهضروا معاه بشويه حتى ولا السيد كيقول لي شوفي انا راه كنبغيك انا راه كتعجبيني بزاف انا راه حاطه عليك العين ولا يا البنات اختو طالق عليها اللاب كتقول له غادي عند فلانه كيقول لها سيري وهي كتمشي عند صاحبها ما كتجيش عندي انا كيدوي معايا كيقول لي واش جات عندك كنقول له اها هي عندي. المهم كنا في حاله به هو مسلكين الطرح بقينا هكاك انا بشويه وليت كنولفوا وهو ولا كيتسطى وكيحماق على التراب ديال رجليا ولا كيبغيني لواحد الدرجه اللي ما كطيحش على البال. هو اصلا انا كنت عاجبه وانا ماشي غنشكر لكم راسي بالحق كان عندي حقي في الزين وزياده قلت الحمد لله بقيصه. ما علينا البنات بقينا هكاك اليوم وغدا حتى لها مثلا العام سال العام دوزنا الامتحان وفرحانين زعما غادي نجحوا بجوج بينا ونطلعوا لهفاك حتى صدقنا بجوج بينا ساقطين. المهم ما نقدرش نوصف لكم عرفتي بعد اللحظه اللي سقطنا فيها انا فاش عرفت راسي ساقطه عرفتي بديت كنبكي وانا تفكرها كان غيبقى فيها الحال كون نجحات. المهم انا عيطت لها لقيتها كتبكي قلت لها سقطتي قالت لي اه قلت لها الحمد لله قلت لي علاش قلت لها سقطت. المهم بقينا كنضحكوا قالت لي كيف بنت الحرام قلت لها المهم يا نسقطوا بجوج يا نجحوا بجوج صافي هذه قررت انا وياها ما غاديش نعاودوا يعني انا اصلا بغيت نعاود خاصني استعطاف وداك الشيء وهي ما قلت لها ما غنعاودوش غنديروا التكوين المهني. فعلا داك الشيء اللي كان مشينا درنا التكوين المهني هزنا في زبيننا هو ديك الساعه خوها خدم ولا كيتلاقى معايا بالتخبيه على اختو ولكن انا راه اختو معاوده ليها والعلاقه كامله كانت زعما مجرد تفليه وبس ماشي شي حاجه وما كنتش ناويه زعما شي حاجه اكثر غير انا بلا ما نحس بديت كنحس براسي انني كنبغيو فعلا داك السيد بغيتو بزاف وكالله يعمرها سلعه كنضريف لواحد الدرجه اللي ما كطيحش على البال. المهم علاقتي به بقات مزيانه حتى النهار اللي هي هذاك خينا جواد اللي كانت معاه كانت حصلاتو مع واحد خيتي ونوض وصداع وكل شي. مهم صافي تفرقت معاه قلت لها انا هذاك خينا راه ما صالحش ليك السيد اش نقول لكم ما خدام ما رداب ما قاريش قرايه ما دار حتى شي وزه في حياته. صافي ناضت هي تصاحبات مع واحد اخر نيت كان كيقرا معنا في المدرسه انا بقيت مع خوها بشويه حتى هي صافي نسات انني مع خوها حتى النهار لي خوها غادي يخدم واحد الخدمه بسالير مزيان وكلشي وغادي يجي وفاتحني في الموضوع ديال الزواج يقول لي شوفي انا باغيك الزواج وهادي وانا في هذا الوقت اللي انا كندوي مع خوها كنت كنهضر مع واحدين اخرين وهي في خبارها يعني من الاساس ما داك خوها ماشي زعما ما عرفتش كيفاش غنشرح لكم ولكن هادشي اللي طرا يعني تصاحبت معها في الاول ضحك حتى لقيت راسي مصاحبه معاه ولكن ماشي زعما انا كنت كنبغي ولكن كنحس براسي فحال كانت فلا وانا وهي شاديه السون وكنضحكوا كنصيفط ليها الكونفرساسيون ديالي انا وياه وكنقول لها شوفي كتقول لي ويلي على ولد الحرام وتا هو كيعرف يقول الهضره فهمتي كنا غير مدوزين شادين السون يعني ماشي داك اللعبه ديال ديري المعقول. حتى النهار اللي صدمني قال لي انا باغي نتزوج بيك انا تما تلفت مشيت عندها قلتها لا قلت لها شوفي راه خوك شنو قال لي وشنو قال لي وهي تقول لي اها قالت لي وعلى مالك قالت لي اللهم بعدا انت كنعرفوك وصحيبتي وهز ليا هبالي ما هز ليا هبالي بقينا كنضحكوا قلت لها وتبغيني نكون لوسك عروسك قالت لي اه نبغي بخينا زعما ما جبدات ليا حقا والواد داكشي اللي كانت كندير فيه ولا السواعده ولا التصاور ما جبدات لي حتى شي حاجه حتى انا شي الموضوع عادي حيت بجوج بينا كنا كنديروا نفسي وكنا ضاحكين فداك الوقت ما عرفش الصغر كيلعب دور كنا باقيين صغار طايشين ما عندناش العقل. صافي قالت لي نتزوج فرحانه صافي سيد بيس كندوي معاه على اساس الزواج هادي ما هادي قلت لي شوف صافي وجد راسك شنو غنديروا مليار غنكري ليك
نكريو زعما نبداو حياتنا نكريو بشويه بشويه تحن علينا. الله قلت له هو كان كيتسطع على الطراب ديال رجليا وكان كيحماق عليا زعما. واكثر حاجه كانت كتعجبو فيا هي انني زعما معقوله وانا في الزنقه نيشان من المدرسه للدار ومن الدار للمدرسه ما كندير حتى شي حاجه كنلبس. والوقت اللي تعرفت عليه وداك الشيء ولا كيحكم فيا ويحكم فيا ويقول لي لبسوا هذه طويله ديري هذه ما ديريش الماكياج. وانا المهم شادين السون انا وياها كنا شادين السون وهي تسرني وانا نسرها المهم غاديين. المهم يا هذيك الامور تسرات على هذا الاساس صافي. دوزنا واحد المده هو كان مشاكرة من موراها كان مشى فتح ماماها قالها احقام احقام بغيت نتزوج بفلانه. قالت لي يا سيدي ما مرحبا. قالت لي واخا البنت شويه خفيفه ولكن ما عندنا ما نديرو راه بحال اختك حين تاختو زي بحالي اللبس والشعر مطلوق والمكياجات وداك الشيء. هي مو ماشي قالت خفيفه زعما كتصاحب غير خفيفه ماشي شي وحده اللي ثقيقله. قالت لي ولكن زعما ما عندنا ما نقولو. المهم جاو عندنا للدار خطبونا السيد حرفيا ما كان فيه متعب وما تصاحبتي ماما كانت كتعرفها. المهم داك الشيء دار خيرنا ما يدي غيرنا وكنا كنعرفو بعضياتنا كلشي كان داز ميسر. من موراها مشيت انا وياها طيحنا العقد صافي. كنا اتفقنا اننا ما غنديروش شي عراسيه كبيره غنديرو عراسيه على قد الحال وهذوك الفلوس نمشيو نجهزو بهم دارنا وداك الشيء. فعلا انايا خوتي وعائلتي وكل واحد شنو دار ليا العرس دله ما بين غير العائله مهم داك الشيء قليل. غادي تقولي انت كنتي كتشوفي كبير. انا كنت كنشوف ما نعرف ولكن السيد راه كان زعما قاري راه مهندس دوله يعني ماشي شي واحد لي قاري ومرقع الحمد لله. غير انايا ما عرفتش فحال بغيتو فحال مهم صراحه ما عرفتش كيفاش غادي نقول لكم. واصلا دوك السواعده والخليجيين الاكثرين كانوا معايا انا بعدا ولا قولي لي انت اصلا ما كنتيش مخلي لهم مساحه اللي يشوف فيك المعقول وانت حاطه تصاورك عريانين وحاطه. المهم انا كنت حاطه تصاور بواحد اللباس واحد الشاكل وداكشي غير ديال الزهود الدوران ماشي ديال شي حاجه اخرى. من غير هادشي وانا اصلا ما كنتش كنطول الواحد غير كندوز معاه شويه الوقت صافي. كناخذ منه الفلوس المره الاولى المره الثانيه كنقول له بسلامه الله يعاونو وكنسد عليه وكنمشي نقلب على شي فيكتيم اخر. ما علينا البنات حتى لهنا راه هذاك البنت صاحبتي راه ما قالت لي لا انت درتي لا انا درت ضربه بطم وعاجبنا الحال كان داكشي اللي كنا كنديرو فيه عادي يعني ماشي شي حاجه كنا شادين الصون وصافي. تزوجت البنات بهذاك السيد مشيت عنده للدار عش معاه احسن يامات في حياتي. وفاش كنقول لكم احسن يامات في حياتي حرفيا احسن يامات في حياتي. المهم الوقت اللي انا تزوجت به كانت عندي السنه الثانيه في التكوين المهني. كان قال لي كنت اتفقت انا وياه قال لي شوفي بلا ما تحملي دابا خلي حتى تاخذي الدبلوم ديالك وهذا وهذا. وصراحه كان من داك النوع اللي باغيني ندير راسي فهمتي باغيني نخدم نكون راسي. ماشي شي واحد زعما اللي باغي يحطك في الدار وهذا وكان كيتعاون معايا. المهم وليت كنمشي للتكوين المهني انا وختونيت كتجي عندي للدار كتدخل هي بقات كتدخل داكشي ديال سناب شات وداكشي ديال الفيسبوك والانستغرام كتدخل وكنبقى شاده انا وياها السول وتعاود لي على صاحبها هذا وتخاصم مع هذا وحاطين على راه بعضياتنا الراس حاطين الراس وندرق عليها وتجي ندير انا وياها العشاء. المهم كنا بخير وعلى خير ماشي بخير وعلى خير شي حاجه اكثر من بخير وعلى خير. المهم دوزنا واحد الفتره حتى بداو شويه المشاكل مع ماماها. المهم في الاول كانوا كيطراو المشاكل مع ماما وكانت كتجي مني يعني كتقول لي ما ديهاش فيها. فاش كنمشي عندهم للدار ماما ما كانش كيعجبها الحال كنمشي انا وياها نمشي عندهم للدار كنتخشى انا وياها في البيت والله يسمح لينا صراحه ما نقولش لكم انا ما غلطتش حتى انا كنت غالطه. كنتخشى انا وياها في البيت ومها مسكينه كتبقى تشقى وانا وياها كي بدا كتنوض لينا ماما بدات عاير فينا دوك الخنزات نوضو واش انا نبقى نشقى راسي وكتجمعني انا وياها وانا وياها ما كانش داك العقل ديال العجوزه كتجيني بحال باقي خالتي وما تصاحبتي وصافي يعني فهمتي كتعايرنا ما كنسوقش ليها. المهم يا هاديك بقينا جارين هكاك اليوم وغدا حتى النهار اللي كنت غادي انا وياها للتكوين. تقريبا اش غنقول لكم في الاخر ديال العام كنا غادي للتكوين حتى غيتبعنا واحد خينا بواحد المرسيدس بلاكا ديال برا. تبعنا زطيطي. المهم راكم عارفين داك النقان ديال كتحسي براسك كلبه غاديه كتمشى وبنادم كيفسفس عليك. المهم ما علينا بقيت غادي قلت لها شوفي تزيد حضري راسك ويلاه في حالاتك. قالت لي ناري يا صاحبتي واش باغا تضيعيني في رزقي انت تزوجتي بغيتيني نبقى بايره. قلت لي شوفي العار لمي ما لم ضربي معايا هاد البريكول. قلت لها شمن بريكول غنضرب معاك سري عطيني التيقار. قالت لي شوفي الله يرحم باك عافاكي ندوي معاه. قلت لها يلا دوي وانا نوقف. وقفت
وهي قالت له السلام، قال لها نوصلكم. قالت ليه لا لا راه قربنا. قال لها ندويو شويه. قالت لي لا لا شوف اخويا راه قربنا. قال لها وعرفتي ما ديري، هاك النمره ديالي وعيطي عليا. صافي هذيك خذوا النمر ديال بعضياتهم، السيد مشى. حنا فعلا كنا قربنا يعني الدوره غنلقاو تكون المهني. صافي كنا دخلنا حنايا لداخل، هو صيفط لها ميساج قال لها مع عشاء تخرجوا. قالت لي نخرجوا في الساعه الفلانيه، وهو يقول لها ايوا صافي نتغداو جميع. وهي تقول ليه صافي واخا، وهي تقول لي نتغداو. قلت لها واش تصطيتي؟ قالت لي شوفي الله يرحم باك ما تخلينيش، انا اول مره غنمشي، انا هادي. قلت لها ما نقدرش. قالت لي واش باغا تجبدي لي صداع مع اخوك؟ قلت لها عطيني التيقار. قالت لي لا، قالت لي انا اللي غنخرج معاه. قالت لي والله ونحصلو يا تنقول لي انت غير منساني والله ما هادي. وهذا المهم بقات كتحاول تقنع فيا كتقنع فيا. انا شفت حتى عيات وقلت لها واخا صافي هادي. قلت لها شوفي انا راه ما نركبش معاها في الطوموبيل، نتلاقاو. كنت حدانا قريبه واحد الريستوران وداكشي، كنت نتلاقاو تما نجلسو. قالت لي واخا صافي هاديك. عيطت لراجلي تاكدت انه كاين في الخدمه باش ما يجيش يوقف علينا، حيت غيولي صالحني وصالحها. صافي مشينا تلاقينا معاه، طلعنا لهاديك الريستوران جلسنا شويه حتى السيد جا وقف. طلع السيد شحال نقول لكم ما منزلش عينو عليا، باغي ياكلني بعينيه. ما علينا البنات، انا يا جالسه وهو بدا كيهضر انا يا فلاصه فلان فلانيه فاش خدام شنو كندير، انا حقا جيت وعجبتيني. ممكن كيهضر اون جينيرال، وهي اللي كتهضر معاه، وانا ضاربه الطم وساكته وحاضره راسي وشاده التليفون ما كنشوفش فيهم نهائيا. ويمكن هو وهي ها كيهضروا بواحد اللحظه، هو يقول ليها وعرفيني على الزين ديال صاحبتك. وهي تقول لي هادي راه ماشي صاحبتي، هادي راه مرت خويا. قال لها كيفاش؟ قالت له كيف ما سمعتي؟ قالت له هذه راه مرات خويا، راه هي صاحبتي وديال قلبي، وراه ما تزوجت بخويا. المهم سيد وي يقول لي والله يكمل عليك بخير، كاين شي وليدات؟ قلت له مازال. قال لي والله يكمل عليك بخير، الموضوع تسد هنا يعني، بس ما كاين حتى شي حاجه وحده اخرى. بقى كيهضر معاها وصافي، انايا ضربت الطم وساكته. عرفتي داك اللعيبه ديال ما حاملاش راسي، وانا اصلا ما كانش عندي مع هذا البلان ديال نخرج مع شي وحده وهي غتلاقى مع شي واحد، كتجيني راسي في حاله بس. لا ما علينا جلسنا. مهم صافي تغدينا، كان وصل الوقت اللي غندخلو فيه. قلت لها يلا يمشيو في حالاتنا، يلا يمشيو ندخلو. مهم قالت له بسلامه بيناتنا التليفون، مشينا. صافي السيد بدا كيهضر معاها، بدات كتلاقى هي وياه. انا وليت كتقول لي يلاه، كنقول لها شوفي ما نقدرش، انا لا شافني خوك راه والله تيقطع لي ركابي، انا راجلي ما غنكذبش نقول لكم حقا كان كيموت بالغيره، كان عادي. لبسي غير، وانا ديك الساعه كنت يلا درت الفولار، كيقول لي غير لبسي محترم وصافي. ولكن زعما باش يحصلك مع شي واحد وطيتي قتلك اي راجل مغربي، ما كنظنش شي راجل في الدنيا يشوفك مع راجل جالسه في القهوه ويسكت ليك، راه مستحيل. ما علينا البنات، صافي كملنا هكاك. السيده كتهضر مع داك السيد، كتعاود لي عليه من مره، كيجي كيوقف علينا كيهزها، انا كنمشي في حالاتي. وين بقينا كتعاود لي، مهم العلاقه فوق فيك مزيانه ما كاينش مشكل. دوزنا هذاك العام، كنت خديت انايا انا وياها كنا خدينا الدبلومات ديالنا. صافي ديك الساعه خو راجلي خوها بدا كيدبر ليا انا في ستاجات، حتى هي كيدبر ليها. صافي دوزنا ستاجات حتى النهار اللي غيلقى ليا خدمه، وهنا فين غيبدا المشكل. النهار اللي غيلقى ليا خدمه معاه في الشركه، لقى ليا خدمه والسيده وهي تشعل فيها العافيه، هي امها. مها قالت لك احقا وخدمك انت وما خدمهاش؟ هو قال لها شوفي امي، قال انا راه ما لقيتش مرتي، دفعت ليها وتقبلات ومدا ديها معايا ونجيبها معايا. قالت له لا، ومصبق البراني ومخلي اختك لمن دمك، الله يهديك الوالده راها مرتي. مهم مو محملاتش راسها، وحتى البنت واخا ما كانتش باغا تبين ليا تكنزات، ما عجبهاش الحال. داس واحد المده بدا كيقلب لها مهنه وسبحان الله العكوسات كلشي تعكس ليها. المهم بقينا جارين هكاك، بداو المشاكل بشويه بشويه، وليت كنمشي كينفخوا عليا، مو كتبقى تحشي ليا الهضره، هي ما كتعاملش معايا مزيان. المهم بداو في الصراعات والمشاكل والبلانات، بقينا هكاك حتى النهار اللي السيده غيجي يخطبها هاد خاينه اللي كانت مصاحبه معاه. مشيت البنات وقفت معاها وجريت، واخا السيده ما حملاش فيا الشعره، واللي بقى فيا ان النهار اللي هما غادي يجي عندهم انا قالها لي راجلي، ما قالتهاش ليا هي، يعني ديك العلاقه بينه وبينها توترات. ولكن صافي ما
انا ما تصورتش ليها. ما علينا البنات، بقينا هكاك جارين اليوم وغدا حتى النهار اللي السيده طيحت العقد. طيحت العقد مع راجلها، فرحنا ليها. مشيت باللي فيا لابسه ومقاده وكنشطح نط السيده عكسات كتكلم حتى هي جايه تشطح قدامه وجايه دير جوج ديال الصداع مع راجلي. من موراها قالك احقا محقا. بعدا قبل من هادشي كامل، بعدا في نهار العقد كانت لصقات في راجلي 12000 درهم ديال الذهب. قالت له لا، وانا خصك بروبيه قدام الناس، وانا هادي من هنا وخص امي تركب ليا ما نعرف السرتله. وفعلا راجلي كان عطى امو الفلوس وعطاوها خوتو الاخرين، ولكن راجلي كان عطى اكبر عدد ديال الفلوس هو اللي عطى راجلي. المهم شنو نقول لكم، السيده ما خلات ما دارت وفرحات وعكسات لي فداك ضرب الصداق. ومن موراها البنات اش غنقول لكم، عرفتي السيده كانت باغا تطير، والمشاكل المشاكل المشاكل باغا تخلق ليا المشاكل باي وسيله كانت حتى النهار. البنات اللي ما عرفتش اشنو وقع ليها الى حد الساعه. مهم غادي تقول لي واش مأكده بليون في المية، مأكده مليار في مليار مليار بليون بليار، مهم مأكده 7000 مره ولا ما نعرفش شحال نقول لكم، لان هي الوحيده. الجميلات ديالي هنا سال الجزء الاول ديالنا. اما قصتنا كيف ما سمعتوا حرفيا يلا غتبدا، يلا غطرى واحد الحاجه اللي غترون هاد القصه 180 درجه. شتشي كامل اللي سمعتوكم وهادشي اللي غتسمعوكم تاني، عرفتكم متحمسين وباغين تعرفوا اشنو طرا واشنو جرى. داكشي علاش ما غنطولش عليكم ونتلاقاو مباشره في الجزء الثاني اللي غتلقاو الرابط ديالو في اول تعليق. الغزالات ديالي هنا ما بقى لي الا نقول لكم ما سخيتش بكم، نتلاقاو في الجزء الثاني. السلام عليكم.